مليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه شياسك اخبار الجديده. نتمنى ان شاء الله دعمونا في هذه القناه لانه القناه الاولى تاعنا فقدت تحقيق الدخل، ونتمنى ان شاء الله من المناصرين يوقفوا معنا باذن الله. هذه القناه الجديده كما راكم تشوفوا خبر مفرح جدا ورائع، ترتيب الجوله 22 بعد استئناف المباريات المتاخره، خسارتي بارادو نادي بارادو ونجم مقره كان في صالح الكناري يعني، وهذه حاجه تفرح بالبزاف خاوتنا كيما رانا قاعدين نشوفوا ما بين الاربعه وما بين شبيبه القبائل فقط 9 نقاط، يعني شبيبه القبائل ناقص 3 مباريات بين قوسين يعني 9 نقاط. ان شاء الله لغه الحساب تقول لك باللي الزعيم يملك الحل وبيده باذن الله لن يسقط، واكثر من 5 فرق يعني ستدخل في الحسابات بعد عيد الفطر ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله بعد عيد الفطر باذن الله رايحه شبيبه القبائل تحتل المرتبه نتاعها وتخرج من منطقه الخطر، وباذن الله ما تطيح شبيبه القبائل لانه الزعيم يبقى زعيم يعني، وزعيم الانديه الجزائريه يبقى زعيم الانديه الجزائريه. فقط نريد منكم المشاركه هذا الفيديو ان شاء الله مع احبابكم اصدقائكم، لايك الفيديو ابوني في القناه وبارطاجي هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تدعمونا يا ربي، ونتمنى لكم ان شاء الله كل الخير يعني. تحياتنا لكم الناس شبيبه القبائل وين ما كانوا يعني، سكان شبيبه القبائل ناس القبائل داخل الوطن الجزائري وخارج الوطن الجزائري، نوجه لكم ان شاء الله نداء ونقول لكم ابشروا ان شبيبه القبائل باذن الله لن تسقط ولن تسقط ابدا، لان الزعيم يبقى زعيم. وان شاء الله يا ربي كما احنا نقولوا ظلمونا، والظلم هذا راهو ظلمات يوم القيامه باذن الله. نتمنوا ان شاء الله يا ربي التوفيق من الله عز وجل وهو لمد الارزاق ان شاء الله.